في اليوم الثالث مهم جدا ان احنا نسمع ونشوف ونفهم شهادات المنظمات اللي بتتابع الانتخابات، واحنا عندنا ائتلاف نزاهة، وهو واحد من أكبر الائتلافات، بيضم تحت مظلته عدد لا بأس به من المنظمات المصرية والعربية والدولية، وبيتابعوا هذه الانتخابات. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذة مارينا سامي، المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزاي الحال؟ كله كويس؟ كله زي الفل. كيف تابعتم الانتخابات واحنا النهاردة أنهينا اليوم الثالث والأخير للاقتراع؟ طبعا ائتلاف نزاهة كان بيتابع العملية الانتخابية على مدار الثلاث أيام ميدانيا. احنا تابعنا في 10 محافظات مصرية. طبعا كان في غرفتين، غرفة عمليات مركزية دي بتتابع العملية الانتخابية على مدار اليوم، و بتتابع مع المتابعين الدوليين في اللجان. بنتابع ازاي؟ بنتابع عن طريق استمارة إلكترونية، بينزل المتابع الدولي أو الأجنبي للجنة ومعاه استمارة بيدون فيها كل ملاحظاته، والاستمارة دي بتروح على طول إلى غرفة العمليات المركزية. احنا تابعنا، جالنا حتى الآن طبعا خلاص كده الفرز شغال، ولكن احنا جالنا 2915 استمارة إلكترونية. يعني على مدار الثلاث أيام وخاصة اليوم الثالث كان في كثافة كبيرة جدا في معدلات المشاركة، كمان بعد أكثر كمان كانت بعد الاستراحة بعد منتصف اليوم، كان في معدلات كبيرة جدا في المشاركة في عملية التصويت. من بعد الملاحظات اللي كان أعضاء الائتلاف الأجانب بيبعتوها لنا، هي وجود زيادة في المسيرات الشعبية في مختلف المحافظات اللي بيتم زيارتها يعني، ووجود مظاهر الاحتفال. بالمناسبة هم كانوا مبسوطين جدا بمظاهر الاحتفال في عملية التصويت، وكانت بتتكرر نفس المشاهد في محافظات القاهرة واسكندرية والجيزة وبني سويف والغربية. يعني كمان من بعض الحاجات الإيجابية اللي جات لنا من المتابعين هي وجود تيسيرات وتسهيلات لمساعدة تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ودي كانت برضو مشاهد جديدة على المتابعين الأجانب، وكانوا بيقولوا لنا أنه هناك رؤساء من عدد اللجان الفرعية كانوا بيساعدوا الناخبين كبار السن على الإدلاء بأصواتهم. والحاجات الإيجابية كمان أيضا هي حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أصوات المواطنين ذوي الإعاقة البصرية، وده كان من خلال توفير بطاقات انتخابية بطريقة برايل. هايل هايل هايل. طيب لفت نظري أنه الأجانب علقوا على المشهد الاحتفالي، هم علقوا عليه يعني، أنا مهم عندي أعرف هم علقوا إزاي يعني، فاهم أن هم ممكن يكونوا يعني مبسوطين بأنه في احتفالات، لكن هم استغربوا الشكل ده مش كده؟ الحقيقة أنه إحنا طبعا قبل ما يبدأوا ينزلوا الثلاث أيام بتوع التصويت، إحنا اديناهم تدريب عملي لمدة ثلاث أيام، وكنا بنشرح لهم في كل حاجة. من ضمن التدريب ده شرحنا لهم فيه العادات والتقاليد بتاعة الشعب المصري. فكنا بنقول لهم انه لما تشوفوا مظاهر احتفال امام اللجنة ما تتوتروش، ما تتخضوش، ده شيء طبيعي جدا، وده نوع من انواع الاحتفال والمشاركة ونوع من الإيجابية من الشعب المصري. ولما نزلوا بقى وشافوا كانوا بينبهروا اكتر، وكانوا بيمسكوا موبايلاتهم ويصوروا الناس، وكانوا بيرجعوا يقولوا لنا وبيشغلوا اغاني حلوه قوي، الاغاني بتاعتكم حماسيه وبتشجع الناس على الادلاء باصواتهم. ضمن احد المتابعين الاجانب شاب قال انه الشعب المصري لديه روح حلوه قوي على عكس الشعب الاوروبي، ان احنا ما شفناش المظاهر دي عندنا في اوروبا قبل كده، والشعب الاوروبي شعب يعني صارم جدا. فدي كانت من الملاحظات الجميله اللي كانوا بيقعدوا قدام اللجان يتصوروا مع الناس ومع الاطفال ومع النساء. فدي كانت اكتر الملاحظات اللي هم اول مره يشوفوها في دوله عربيه يعني.
والله انا اظن برضو ان مفيش حد بيعمل مشهد احتفالي في الانتخابات غيرنا، وانا بشوف ده بشكل ايجابي بصراحه. يعني ناس بتبقى فرحانه بان هم بيشاركوا، ان هم ايجابيين يعني، فاه دي حاجه تستدعي الاحتفال وماله يعني. فانا حاطط نفسي مكان الاجانب. طبعا هم الناس مستغربه، انتوا فرحانين ليه يا جماعه؟ احنا الموضوع بالنسبه لنا عادي يعني. طيب الحاجه التانية اللي علقتي عليها او اللي قلتي لي ان الاجانب لاحظوها جدا وركزوا معاها، هي مساله الاهتمام بكبار السن وذوي الاعاقه وما بين قوسين اصحاب الاحتياجات البصريه. بالظبط كده، كانوا مستغربين جدا انه حتى الاصوات المواطنين ذوي الاعاقه انتم مهتمين بيها، وكانوا بيقولوا لنا انه يعني مصر واصله لمرحله من التطور انها وفرت بطاقات انتخابيه مصممه بطريقه برايل يعني. وقد ايه انه الهيئه الوطنيه للانتخابات عندها حرص على كل اصوات المصريين بكل الفئات. طب ده كويس جدا. ائتلافنا الذهبي يضم تحت مظلته كام منظمه؟ احنا بنضم 7 منظمات، 5 منظمات دولية واثنين منظمتين محليتين. عظيم جدا. المنظمات الدولية زي ما أنا فهمت في منها أوروبيين. عندنا اليونان ورومانيا. كويس خالص، رائع. وبقية المنظمات جاية من مناطق مختلفة. من أوغندا وغانا وكونغو. أوغندا وغانا والكونغو والمنظمات العربية. طبعا احنا ما عندناش منظمات عربيه ضمن الائتلاف، ولكن عندنا متابعين دوليين. الائتلاف بيضم 7 منظمات، ولكن جوه الائتلاف 34 شاب من اوروبا وافريقيا والمنطقه العربيه، معانا مغاربه، معانا توانسه، معانا افارقه، معانا اوروبيين من سويسرا، من المانيا، من اسبانيا، من كوسوفو، من بلغاريا، من دول اوروبيه كتير جدا. طب ده شيء رائع جدا. انا بشكرك جدا 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 مارينا سامي، المنسق الاعلامي لائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات.